25 are left. Stay sharp out there. Sorry, but I'm number one. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد بعد اعلان بلاك اوبس الجديده. صارت ضجه مواقع التواصل الاجتماعي، وهي وجود صدام او شخصيه صدام حسين كشخصيه اساسيه، وهذا اللي خلى رده فعل الجمهور غير طبيعيه. ومواقع التواصل الاجتماعي شفت فيديوهات مضحكه فوق ما تتصورون، ويتنمرون على اخواننا الكويتيين. راح نشوف بعض المقاطع ونرجع نكمل حكي. Keep your eyes open. هي ما هي تقول علي علي بطل تكري، هيا بر يا صدومي بعزمك علي امما ارسل قوامي لعدا حطمهم دمرهم ما حد يقدر لي. بعدين شفت الفيديوهات يا شباب، هذا ما ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي بهاي الفترة. يبقون الكويتيين اخواننا، واللي صار صار، وهذا من الماضي، واحنا حاليا بالمستقبل، وان شاء الله نبقى اخوان. هسه ننتقل على شرح الاعدادات. شرحت لكم اليوم اعدادات الاعتيادية واعدادات الموفمنت، اللي يحب يستخدم الاعدادات العادية او اعدادات الموفمنت. ننتقل للاعدادات. هسه ننتقل على الاعدادات يا شباب. تدخل على اعدادات كنترول، اشرح لكم الاعدادات العاديه. الاعدادات العاديه يعني ما تغير عندك شيء وتخلي لعبك بطيء صراحه، فافضل لك اذا ما تلعب احترافيه وتكون مبتدئ بالموفمنت العب اعدادات تكتيكال، راح تساعدك وتحسن من طريقه لعبك. اللي تغيره عندك الار 3 راح يكون سلايد كنسل، والدائره راح تكون فينيشن. تمام، وفعل هذا الخيار لان مستقبلا من تتعود على هاي الاعدادات وتغيرها لاعدادات موفمنت احترافيه راح خليك تكون متعود على هاي الاعدادات. يصير عندك الاطلاق R1 والام L1. تمام، عفوا هذا اوف. اذا تلعب اعدادات احترافيه للموفمنت فهي بومبر جمبر تكتيكال. انا شارح لكم سابقا شنو تغير عندك، واهم خطوه بيها واهم شغله بيها راح تغيرها عندك القفز راح يصير بالL2 بعد ان تفعل الخيار اللي قلت لكم عليه قبل شويه. تمام، القفز عندك راح يصير L2، يصير عندك موفمنت احترافي جدا بهاي الاعدادات. تمام، هسه خلصنا هاي. نجي على الديد زون. تمام، اذا تلعب موفمنت وانت مبتدئ ما نصحك تلعب على هاي حساسيه الحركه. اذا انت محترف يعني وايمك مضبوط فخليه على هاي 15، راح يكون سريع جدا. اذا سريع وما تقدر تسيطر عليه فافضل لك تخليه عفوا 65. تمام، واذا تقول سريع وبعدنا انا مبتدئ ما اقدر فخليه 99 مثل ما هو، راح تلقاه عندك خليه 99. تمام، هذا راح يغير عندك الحركة 180 درجة. هذا الخيار يسوي عندك سرعة مو طبيعية أثناء الدوران وحساسية الحركة والانطلاقة من تركض، يعني من ركضة اللاعب. تمام، عندك الديد زون. الديد زون يعتمد على الكنترول اللي تستخدمه، يعني إذا كان عندك دريفت بي خلي مثلا هاي 5 أو 3 حسب الدريفت اللي عندك بالكنترول، اذا كان عندك به عطل او خلل بالكنترول. تمام، وهي الافضل 0، وحتى هاي هم 0. تمام، هسه ننتقل على الام. حساسيه 20، انا مثل ما قلت لكم سابقا هاي تخلوها 50، وعلمتكم شلون تخلون هاي 50 وتفتحون القفل. تمام، هاي كذلك 20. اذا تشوف حساسيه 20 صعبه عليك ابتدي ب 13 جربتها يعني مضبوطة جدا. واذا انت من اصحاب اللعب البطيء يعني حساسية 6 ب 6 فول ايم مضبوط ما يخطأ خطأة واحدة. تمام، العفو، عندك هاي اذا تلعب على الاعدادات اللي قلت لك عليها فهاي تخليها 0.80، واذا على الاعدادات العادية تخليها 1.0. تمام، 0 عفوا، ذني نفسيتين. عندك هاي تخليها 1.0، هاي مال تكتيكال مال ام. الديناميك هذا الخيار افضل الك. تمام،
هذا الخيار هو اللي يخلي يعني انتقالك من لاعب ولاعب. اذا واجهت مثلا هذا اللاعب اطلقت عليه وقعته تنتقل، انتقالك يكون اسرع وادق بهذا الخيار. تمام، عندك هنا خلي 70 0.70 عفوا، هنا هاي 0.02، هذا الخيار نفسيته، هذا اوف. هنا الايم اسيست، اول خيار الايم اسيست اشوفه مضبوط جدا اون، هنا اسيست. هنا هاي اعدادات جيروسكوب نتطرق لها في وقت لاحق. عندك هنا الجيم بلاي هاي تخليها نفسيته حتى يركض عندك ركض اوتوماتيكي بدون ما تسوي اي شيء، يظل يركض ورافع السلاح، هذا الخيار. هنا اوف، هاي خليها هاي عندك اوف. عندك هنا سنجل تاب، عندك هنا اون، عندك هاي نفس الخيار، عندك هنا عفوا اوف، عندك هنا عندك شوف افضل خيار يعني تاب تو سلايد، تقدر تسوي سلايد كنسل وتقدر تسوي حركه الدايف، يعني هذا الخيار اشوفه افضل انا جاي استخدمه. بعد اكو يستخدمون هذا سلايد اونلي يكون اسرع، بس ما حسيت بيه فرق يعني فرق هوايه. تمام، ففضلت هذا. تمام، هاي خليها نفسيتها. عندك هذا هنا نفسيته اوف، عندك هذا اون، عندك هاي نفسيتها، عندك هاي نفسيتها، عندك هنا نفسيته ذني. تمام، انتو بعض الخيارات تكون نفسيته. هنا انا عندك اللي يسألني على اللوت، اللوت سريع بضغطة واحدة او ريلو بضغطة واحدة، هذا الخيار الثالث تخليه راح يلوت عندك سريع بضغطة واحدة. تمام، هنا الارمر او الدروع يعني عندك هنا بضغطة واحدة يخلي درع واحد، كل ضغطة تخلي درع، هنا بضغطة واحدة تخلي جميع الدروع. فضل لك هذا احترافي اكثر. اليوم شوية اعدادات الصوت راح انطيكم اياها ورا ما نكمل. اعدادات صوت جبت لكم اياها خرافية جدا. عندك هذا الخيار اون، عندك هذا 0.10، عندك هذا اوف، عندك هذا اون، هنا 100، عندك هذا الخيار نفسيته، عندك الاف او في 120، افضل اف او في وام اسيست 105، بس انا افضل هذا. اذا الخيارين البعد بين السلاح، وهنا أنا حجم السلاح يظهر لك بالشاشه تريده صغير او كبير يعني حسب اللي تريده. تمام، هنا أنا هاي 82، هنا أنا 50، هاي حتى تقلل عندك الاهتزازات. تمام، هنا 50، هنا اوف، هنا أنا نفسيته، هنا هاي نفسيته، هذا مال دقه الوضوح وحجم الشاشه، انت نفسيته نخليهم. تمام، انتقل اعدادات الصوت. اعدادات الصوت هذا اول خيار اشوفه مضبوط جدا، تسمع الخطوات 100%. نجي على هذا الخيار، اول واحد خليه 100، الثاني 0، هنا 80، عندك هنا 100، هنا 0، وهنا 0، وهنا 30. تمام، وهاي الاعدادات نفسيته سووها، هذا المايك ليفل هذا نياها نفسيته. تمام، انترفيس هذا نفسيتين الخيارات راح اعطيكم اياهم واحده واحده على السريع حتى ما يطول عليكم الشرح. تمام، عندك ذني الالوان اللي خال هنا. تمام، كلهن نفسيتين ما مغير بيها. الفلتر فلتر 2 وبوث، وهنا 100 ب100. تمام، هاي الاعدادات مثل ما تشوفون البقيه. اتمنى نال اعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسون باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. راح اخلي لكم جيم بلاي، صراحة ما لحقت اصور جيم بلاي بسبب انقطاع الكهرباء العدي، صورت هذا الجيم بلاي الوحيد اللي راح اخلي لكم اياه. تابعوه، لا تنسون باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نلتقي بفيديو اخر، مع السلامة يا شباب. والله العظيم حرام. Enemy soldier incoming. Occupation scan. Enemy surveillance is active. Stay low or use the water for concealment. Where, baby? Where are you, campers?
advised, enemies deployed a buy station. Enemies located. فاشل. غلطة اعتذر يا شباب اعتذر. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. One shot. Coming.
باي بيبي. What? What? You're back on station. Go get after it. I'm back for you. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. ثاني مرة يصير قبالي ما شفته. Sales over. Adjusting prices. Gas is closing in. Let's need some cash.